مساكم الله بالخير. شوفوا اليوم مكاننا مختلف. احنا كنا ورانا قهوة في مثقف قديم بالسوق. عدل؟ احنا وين فيه؟ احنا في لوكيشن او الموقع اللي يصورون فيه بياعة النخي. ومن حسن حظنا اليوم ويانا مريم الصالح منواف، ويانا العيدروسي اللي غني عن التعريف. فاليوم بسوي لهم أكلة يحبونها أهل الكويت كلهم، اللي هي مشوي الجدر. مشوي الجدر صارت عليه سوالف، قاموا يحطون فيه بطاط وبيديان وكوسة ومش عارف إيش وهي دي كلها، وقاموا يسوينها مقلوبة. هو مو مقلوبة، المقلوبة جتنا من الشام. مشوي الجدر مالنا مال الكويت والخليج. هل البحرين يسمونه مصري؟ احنا نسميه مشوي جدر. نحط البطيطات والطماط في القاعه ونفوح للحيمه، بعضهم يقليها بعضهم من غير قلي. اليوم احنا بنقليها لان اليوم عندنا ضيوف حشيمين وجايبين لنا تقريبا ذبيحه فيها 14 كيلو. بنحطها في قاعه الجدر ونسوي لكم مشوي الجدر اللي تتمنون تشوفونه. كل اللي بسويه الحين ما اقدر اناديهم اللوكيشن، هم قاعدين يصورون. فانا برز اللحم اول شيء، عندنا لحمتنا مغسولة نظيفة وعندنا الماي كهوة هني بالجدر. نستخدم الجدر الضغط اليوم على اساس انه يكون الوقت اسرع وما نلهيهم ونخلص بسرعة قبل ما يجينا الليل. احنا المفروض نتغدون تاخرنا عليه. وياي خليكم وياي. هذه البهارات كانوا هني واحمد اخوي خشهم. لحظة كاملة. هذه البهارات اللي حق اللحم، بنفور فيهم اللحم. وانا في بالي بعد شيء ثاني بسوي لكم اياه عقب تفويره اللحم. دارسين وهيل ومسمار، طبعا البهارات الجديده اللي طارت علينا، نجمه الستار وشويه ابزار وكركم، كله يميع بالماء. وعندنا اللحمه مغسوله ومنقعه لها مده، فما يحتاج بعد ناخذ الغفو مالها، على طول تنزل ونطبخها. انا قلت لكم بجيب اللحم، اللحم القطع الكبار مالوت الكتف والرقبه انزلهم قبل. ها. واللحم حق مشوي الجدر ما نحط القطع على عدالها، لازم اليد 3 قطع، الفخذ 4 قطع، الرقبة مشروحة. ها هذه حتى مالت الفخذ هني. بعدين الموزات والضلوع يصيرون من فوق عشان ياخذون طباخ اقل. ما شاء الله هذه الموزات تصير من فوق لان ما تاخذ طباخ اقل، فنقعدهم من فوق. اذا في ضلوع وموزات دائما تحطونهم من فوق، طباخهم اقل من الباجي. ما شاء الله لا اله الا الله. شوفوا اللحمة تراه، لان العرب وايدين فلازم الكل ياخذ حقه. وهذه نقصص لنا الضيعات صغار، مو مشكله، نحب نحطهم فوق على يتكسرون. هذا سام اخوي ما قصر، جاب لي هالجدر من السعوديه، جدر الضغط. حطينا احنا البهارات يا جماعه، عدل يبا، وحطينا اللحم. ايش بنحط فوق الحين؟ شويه طماط وبصل، وتالي بنصك عليه ونخليه تقريبا ساعه عشان ياخذ وقته. سبحان الله، اقول عنبر الزاد يا بصل. اول ما حطيت البصل صار اتذت الريحه. وتالي نص كميه الطماط هذه. وعشان هو جدر ضغط واحنا حطينا فيه كل شيء، فملحته وياه، لا تنسون ملحته وياه، لا تقولون والله لا حينضه غصبا عليه. وكماري مسويه فوضى هي ويا راني، لازم تسوي موسيقى التصويريه مالتها، تقرقع بالمواعين وتحوسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد على ال محمد. بس بعد ما نحاول نحط زود، المفروض انا بخف من الماي بعد شويه، انا ما يصير لي فوق عشان يعطيه مسافه حق الطباخ. هذا هني خلصنا، بنصك عليه ونرد لكم عشان نسوي لكم العيش اللي بيصير وياه. لا تروحون، خلكم وياه. حبايبنا هذا الماي شوفوه قام يغلي مع اللحم، احب نسكر عليه البخار ونحسب له ساعه بالضبط.
وبعدين نبتدي نسوي شغلنا الباقي. نشوفكم بعد شوي. في انتظار اللحم يستوي قلت انا بدام عندي وقت خلنا اصف البصل. صبيت شويه زيت في القاعه بصب البصل حق مشوي الجدر. طبعا كل شيء مغطينا شايفين عن الذبان لا يلعب فينا. كماري كماري تعالي اعطيني هذا البطاطس. يا 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 انا اقول كماري انا كماري يا حي الله ابو خالد. الله بالخير. هلا فيك. شلونك؟ طول لي عمرك. الله يطول لي عمرك يسلمك. شنو انا اللي جذبني؟ انا قاعد اصور الحين. اي تدري شنو اللي جذبني؟ اي الريحه. ريحه اللحم ها؟ اي هدر نعام. اعرف اني مني ادخل البيوت لمهد. صفي صفي البطاط. كبي البطاط يبا كبي البطاط. صفي 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 مو تكتينه. لا وي كاحته وي. شاحته؟ اي مره واحده. حطي بعد شويه بصل زود. يلا. طول لي عمرك بخير وعافيه. نحمد الله الحمد لله بخير وعافيه. ما شاء الله ما شاء الله. اليوم مشوي جدر. قلت انا مدام احنا اليوم في هاللوكيشن العجيب عدل خلنا نسوي زيت البصل. شنو مشوي جدر؟ ها لوكيشن. هذا اللوكيشن. اي المباني القديمه مشوي جدر. ايش تبي نسوي؟ موش معدس. حشيمتكم ازياد بيصير. حشيمه عاد روحي كذي. ما يخالف. هذا بشو الحين شنو اللي طالعين بيت التجار بيت التجار قبل اللحم في قاعه الجدر مع البطاط. لا ولا يسوون لحم شاكر. لا والله سني انا. ما يسوون مطبق لحم وبس. مجبوس ها؟ مجبوس. الحين الله يسلم عمرك هذا حطينا عشان نقول حق الجماعه. يا جماعه مشوي الجدر ما في الا بطاط وبصله وطماطه. سالفة البيبيان وباقي الخضروات هذه جتنا من عقب. احنا بالكويت هنا ما يوصلنا الا البطاط والطميطات. وكان انا شويه خضره من البصره ولا خضرتنا العاديه كزبر وشمنت مال المزارع مال الفضه. يعني ما عندنا كوسه وما ادري ايش يسمونه. هذا كان هذا يعني عقب دخل علينا عقب. فاحنا هذه هم عندهم يسمونها مقلوبه مالتهم. احنا مشوي الجدر في قاعه الجدر بطاط وبصله وطماطه وعقب الحيمات بنصفهم عليها. عقب ما نقليهم بنصفهم عليها وبنسوي بعد تشريبه هفتاني. اي هذا على راسي. نعم تشريبه على راسي. تشريبه على قراع وبطاط بس اللومي اسود. حلو. اي ونحط على راحتكم. لا في بعض ناس يسوون تشريبه على سمك. نعم صح. على هامور. اي سويت. نعم اي نعم. اي يسوون بعض ساعات على زبيدي يسوون بعض ساعات على لحم. نعم يعني ينوعون فيها. يلا صفي صفي كل البساط. اي صفي صفي دائما دايره. صفي دائما دايره. بعدين نحط عليه شريحات الطماط وبس. وقبل ارسل حبه الزبزار. مو بطاط هذا. اي انا الجدر عود عندنا ذبيحه. طابوق هذا طابوق كبار. الصغيرات يذوب. نبي احنا يبين يقعد ما يذوب. اي اي الله يذوب. انا احط عليه شويه ملحته. هالمباني شلون عمي السنه؟ يا 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 شيء عدل ها؟ صدق صدق والله يا ابو داوود انا اول مسلسل. نعم استانس منه هالمسلسل بهالمباني. ما شاء الله المباني القديمه. ردونا على الشغل يعني الاول ها؟ ردونا بالخمسينات بالاربعينات. نعم رجعنا. عطينا الطماطم. شفنا بيوتنا القبل. نعم شفنا بيوتنا القديمه. صح شفنا الناس اللي فيها. قاعد ذكرنا في الناس اللي فيها. حتى ريحه الطين غير. ريحه السكيك غير. يعني شوف مباني قبل. نعم تشوق ها؟ مو تشوق تصدق لما مريت صوب بيت قديم. نعم ها وقت الظهاري كذي الساعه 12 قسما بالله تشم الريحه قبل لا توصل للبيت بعشر بيوت تشم ريحه الاكل. نعم اللي موجود بيت. وحتى بالفرجان الفرقاعه تعرف ايش طابخين ريحه الفرقاعه. نعم الفرقاعه. اي ريحه الفرقاعه. الفرقاعه اللي هي حنسه البصل مع الدهنه. قبل الدهنه يبقى من ياخذونها من الشفل يذوبون الشفل. نعم شفل الخروف. ما عندهم زيت وما زيت من الحين. لا زيت. لا لا شفل خروف. ايوه والقفر واللحم قفر. قفر يابس ها؟ قفر يابس. نعم فوق السطح يشرونه. ايه؟ وبعدين ناخذه حق الغداء. حق يسوون عليه المرقوق. اي نعم. نعم اي. هذه ذكريات الاول ونرد لكم عقب عشان نكمل باقي الطبخه. كمل اللحم ساعه بس عشان نفتش نطفي اول شيء عليه الضوء. بسم الله. وتالي نفتح. اللي طاح واللومي يعني نقدر نبطله.
ما نفتحها لما نتأكد أنه وقف البخار. لما يصير خلاص تشوفون البخار وقف نقدر نفتحها. آه خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أيوة ممتاز. طبعا انا ما اقول لكم البيت تستخدموا ذول، بس هذا لان احنا عندنا مجموعه ذول بالبيت الملاس العادي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الماي مال اللحم وايد كانوا بعض العوائل وبعض الناس تفوح فيه نفس العيش وتشخله وتسوي هني العيش على طعم اللحم. احنا اليوم بنسوي طريقتنا اللي هي العيش مشخول بروحه. نحط له الدارسيين والهيل، هذا الجدر كهوة، بس بنشيل عنكم هذا شوية عشان تشوفون شنو داخله. هذا بنسوي فيه العيش المشخول، بس قبل لا نسوي المشخول ايش بنسوي؟ بنطيبه. ايش نطيب العيش فيه؟ شويه ورق غار ودارسين وهيل ومسمار. خليه يقلب قلبتين ثاني نكت العيش. نملح العيش. مسمار وهيل ودارسين نطيب فيه ماي الفوح. شوفوا يبا هذا الجدر اللي صفينا فيه البصل والطماط والبطاط بقاعته كله. ناخذ شويه من دهنه اللحم ونعطيه الطعم اللي احنا نبي، عشان الحين بنقلي اللحم ونصفه فوق عقب ننشر فوق العيش. اخذ الطعام كله كذي وسكينا على ما يستوي اللحم. هذا العيش الماء يغلي على طول. بسم الله الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. 10 كيلوات عيش اللي هم 22 كيلو تقريبا، بس ننتظره يغلي ونشخل العيش. قبل ما تاخذون التيك الأخير، هذا الماء اللي زاد عندنا هذا اللي بنسوي عليه الهفتاني، بنسوي تشريبة. ايش بنسوي تشريبة؟ بنخلي من اللحم ونقط خضرتنا هني تطبخ هالصوب، وتالي بنفرد الخبز ونحطه ونحط فوق اللحم ونحط فوق الحشو. الحين بوريكم. اعطيني من لس. لا من لس طويل وينه؟ ايوه يلا وين مقطعته؟ خليه يقلب قلبه عشان نشخله. اللحم ينقلب بسرعه ها لا تشيله. هذا الطماط زايد حطيناه في طري، وهذا الله يسلم عمركم اللومي الاسود حق التشريبه، وهذه الخضره الموجوده عندكم. بسم الله قرع بطاط يزر اللي تحبونه بالتشريب، اللي ما تعيي وراس الثوم لازم. فاحنا حاطين كل الخضره اللي نبيها، كوسه، اكو ناس ما يحبون الكوسه، انا احط والله في التشريبه كل شيء، كل الخضره المفيده، وهذه اونس شيء برمضان. فهد تعال ولع لي بالشوله مره ثانيه. انا اخلص. هي كذي مرقه صفرة. ودي هناك علي. شوية زنجبيل، شوية ثوم. بس ونحركها. هذه اللي مرقة الصفرة واللحم بنقدم فيه عقب فوقها، ونجيكم شوي عقب وقت قطعة العيش.
هذا دي البطاط والطماط صفينا في قاعة الجدر واللحم قليناه على طول في قاعة الجدر. بس أنا بشيل هالعظيمات ما لها سالفة. سخت ما شاء الله اللحم استوى. يا هلا هلا منواف يا مرحبتين. يا اليوم سليمان القصار مشرف لهني. يا بعد روحي الساعة المباركة. تصوير بياعة النخل. يا حبيبة قلبي. وبيغدينا إذا هم خير. الله يسلمك. الله شروايح الحلوة. يطول لي عمرك. سويت هذه الحين شنو الطبخة؟ هذه الله يطول لي عمرك مشوي الجدر. إيه. ما في إلا بطاطا وطماطة مو مثل الحين. بس إيه؟ بطاطا وطماطا وسلطة. وفحت أول اللحم. أيوه وحطيت طبعا بهاراتك. نعم. هيل وكرسي. نعم اللحم ما قطيناه. اللحم نسوي منه تشريبه. خش ايه تعال خوش. تعالي هالصوب هالصوب بس ايه خلي شوي مني ما شاء هذا الله. اللحم شوفوا ايه. لا اله الا الله ما شاء الله تسلم ايدك تسلم عمرك من كل شيء. ريحته ريحته واحنا نصور نقول متى نخلص. يلا يلا الحين هذا بشيل بس الرقبه احطها تحت الرقبه تبي نظيف والباقي بخليه حق الهف ثاني حق التشريب. الله الله شغل عدل عاد الكويت ما شاء الله كلها متابعتك ما شاء الله باخك يطول لي عمرهم ويسلمك. اي والله ما شاء الله لا اله الا الله تبارك الرحمن. لا اله الا الله اي والله تبارك الرحمن. تبيني اساعدك ولا اي بس الى تخرط يديني بعد روحي نبي سلامتك يا الغاليه. بس حطي يدك تبارك هذه انا اعطيك من لاس نضيف كات وراك ترى هذا ما شاء الله. ايه ما شاء الله لا اله الا الله تبارك الرحمن. بس كنتي داخليني هنا. لا 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 هني يلا خوش تبارك تبارك يا منوه. يلا ما شاء الله الله يسلمك يسلم ايدك. الله يسلم عمرك مش الكرم مش كثر العيش ما شاء الله خير اللي مساع جايبينه. لا اللي مساع ذاك بروحه مطبخ هذا طبخينه بالبيت اي مشبوس دياي ما شاء الله. وهذا مشوي جدر ها؟ هذا مشوي الجدر. ايه الحين يسمونه مقلوبه. الحين يسمونه مقلوبه. إيه؟ اقضبوا عليه قد مقلوبه ما حددنا قبل. لا 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 مقلوبه هذه مو مالتنا. هذا على قولتك مشوي جدر ما يخالف. نعم هذا مال ابوي ويدي. ايه صح. تسلم ايدك. ما شاء الله على إيه؟ قانون امول حده حده. انزين هالعيش اللي تحطه مال التموين ما شاء الله. ايه عيشنا شوفي. ايه والله شوفي. عسى الله يعز ديرتنا. اي والله امين يا رب العالمين. مو ثقيل عليك؟ لا لا. ما شاء الله. خلص تعلموا يا بنات الايام اللي ما تعرفون تطبخون والله كل المطاعم يلوع الشب. والله الواحد لو يسوي بيضه وخبزه في بيته فاجه احلى من ما اكل المطاعم الف مره. نعم ترى انا ما احب ماني من انصار المطاعم حتى عيالي ساعات يعزموني اقول ماني رايحه بعد لما اروح مطعم. الحين بننطر عليه بس 20 دقيقه ايه؟ او 15 يتسكر ايه؟ ياخذ طعمه عش بالرشه ايه؟ احنا مخلينا كذي ابلق بالك عينه اكيد ما شاء الله. ايه شغل عدل. لا اله الا الله تسلم ايدك. الحين تطلع روايح عدله منه. ايه شيء عدل شغل عدل بعد سليمان القصار لا يعلى عليه في كل شيء. يا بعد روح يطول لي عمرك عساك سالمه. يا هلا وسهلا. شو الجدر؟ يا هلا ويا مرحبا. شلونك؟ شلونك؟ شلون صحتك؟ والله شميت الريحه من هناك. الساعه المباركه خير وايد ما شاء الله عليك. الخير والنعمه الله يطول لي عمرك. ما شاء الله. ها حط له دهنه والله كيفك انت يعني مشهور بالدهن. لا حبيبه لا الايام يعني يقولون لك كوليسترول ما نبي ناكل دهن. لا لا اكلوا على قدكم وتاكلوا الميت على قولتكم. دهن خفيف شويه ان شاء الله. وين الدهن؟ حبه العيش هطولها لا اله الا الله. ريحته ريحته حلوه. اي اكيد اللي مسويها حلو حل الدنياك. ما عليك زود يا الغاليه. ها بس؟ ايه خلص بس ايه. لا الجدر عود. جدر عود في 10 كيلو ترى. اي ما شاء الله. بس كنا نقطعه وين مقطعته؟ احنا بعد ما ناكل نصور الجيل بعدين. ايه. الحين ما ودنا نصور احنا. متى خلص؟ الحين 20 دقيقة ان شاء الله. الحين الساعة 5:30 ايه. على الست ننشبه كله. وهذا اللي وريتكم اياه يا جماعة مساء. قلت لكم ماي اللحم ماي الفوق. وهذا اللحم المقلب نقدم فيه فوق. الحين هذا كل الفوائد فيها. نعم حطينا فيه رؤاس الثوم والمهميات سود والقرع والبطاط والليزر كل خيرات الله. وين المغرفة؟ عند المغرفة. ايه. ما شاء الله. ما شاء الله هذه حق التشريبه حق التشريبه إيه. بس الحين انتهتنا إيه. شويه كل الخضار إيه. المفيده كلها هني نعم والحمى مالته اللي دام قهوه إيه. عشان يعرفون تشريبتنا يا جماعه هذه عليها حشو الحين ما قاموا يسوون هذه من الزمن الاولي إيه. يحمسون شويه حشو يا ويا لوميه سوداء.
يا حشو العادي مال المكبوس يقولون اللحم يسمونه هفتاني لا هو لا في ماي وايد ولا ماي جليل يعني تهفت تهف عشان كذا يسمونه الهفتاني الهفتاني ورد لكم حق النكام هسه ما ناكله وانت هفت لا اسم الله عليك ورانا تصوير ما كل العافيه بعد روحي ما كل العافيه طول لي عمرك هذا انا وياكم ان شاء الله لما ننجب انت على الشيمي رادين لكم ان شاء الله مره ثانيه يلا يعطيك العافيه نبدأ أول شيء بالتشريبة يا جماعة على طول بنشرب خلنا نجرب بس هذا شوي بسم الله الرحمن الرحيم هي اسمها الهفتاني عدل وكل شيء فيها متهفت وذايبها اللوم الأسود والثوم حق نخلي الماء يروح علينا شنو يقدمها فيه على طول ها شرب شربت هني بعد ما نبي الثوم كله هني الصوب وهالصوب عشان يبين دائما التشريبه تحركونها شويه عشان تاخذ ما نبيها لينا كلش نبيها تهفت على قولتهم تهفت شوف شوف البطاط والقرع شلون مستوي دايب وصوتون جماعه يا عو يا اعطيني يبا شوفوا يا جماعه في نوع حشو نوعين ناس يحبون يحطون الحشو المعتاد العادي اللي هو الكشمش والزبيب يعني والبصل والنخي وناس يقول لك لا الحشوه الاوليه اللي هي بصل ولومي اسود فاحنا بنسوي الطريقتين نحط بصل ولومي اسود شوي والثوم وياه عشان اللي يحب هذا يقدر يذوق هذا هي لذيذه هذه الحشوه وبنحط من الحشو هذا نفس الشيء الهفتاني شوماني وشوية هنا في القاعة تحت اللحم نخلن باللحم ونجيب بتالي اللحم ماي اللحم بعدها ما راح نكتب قبل نسكيبه ونركب عليه خلي هذا حق المعون الثاني ايوه وسلامة عمركم هذا الهفتاني استوى الحين بننشب اللي في قاعة الجدر اللي هو مشوي الجدر بسم الله الرحمن الرحيم ها ما شاء الله كهو استوى تعالي ماما راني بس شوفوا المشوي الجدر بقاعته لا تلعبي لا تلعبي خلي انا اشرب لما تجي تكمع يعني قطر Thank you.
خلاص أخرناكم إن شاء الله. يلا هذا إحنا خلاص. إن شاء الله نشوفكم على خير، وكل شهر فضيل نلتقي وياكم في نقصة القصار مع الغالين، الغالية منواف، غالي أبو خالد حبيبي، وإن شاء الله إن شاء الله النقصة وصلت. إن شاء الله وصلت حبيبي، كل سنة وأنتم طيبين وينعاد عليكم إن شاء الله بالخير. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. مع السلامة. في أمان الله. مع السلامة.